مرحبا بكم في قناة تحفة يو. سعيد نغزة صار على موقفها وتتحدى الرئيس بون والعدالة في آخر محاولة، وهذا ما ينتظرها وتخلي الدولة العميقة عليها وقضية أولادها تسليمها في الحراج. بداية سقوط آخر أمل لسعيد نغزة وآخر محاولة لها في تحديها التي رفعته لدى الرئيس عبد المجيد تبون، مع الفصل الآن الرسمي والنهائي من المحكمة الدستورية التي كانت تعول عليها سعيد نغزة بخصوص ملف ترشحها، خاصة بعد أن تم جرها للمحاكمة والحبس على قضايا ثقيلة، وكانت من قبل تضغط بتهديدات للجميع بينها الرئيس بون والمحكمة والسلطة، خاصة بعد أن طالبت بعض الجهات وواضح أنها كانت تقصد بشكل غير مباشر مدير ديوان الرئاسة والدراع الأيمن للرئيس بون بوعلم بوعلم الذي اتهمته وفق مراقبين من تصريحاتها بالتزوير والفساد، وشككت في الانتخابات الرئاسية ككل ومصارها، وحتى دعت أنها ستكون مسرحية فقط لأنها لن تكون هي فيها بعد أن لم تتقبل الفشل وضيع كل الأموال الطائلة التي صرفتها على أموالها من رشاوي لعشرات الموظفين لجمع لها استمارات أغلبها مزور. فحاليا تحديها للرئيس عبد المجيد تبون في المحكمة الدستورية وإخراجها من السباق بشكل تام، بل ومصادرة كل الأدلة من طرف العدالة الجزائرية لتواجهها بها في المحكمة فور بدئها، الاستمارات المزورة وكذا الموظفين الذين اعترفون بتلقي الرشاوي، حتى لا تجد أي مبرر أو أي مسرحية تلصق فيها أو تدعي أنها مظلومة كعائلتها. ومخططها ضد الرئيس بون سقط في الماء وانهارت كليا، خاصة وأنها كانت تراهن على إخضاعه وسنين، والأخيرة تشكك في شرعيته وتشكك أيضا في قدرته على قيادة البلاد، وتشكك أيضا في شعبيته التي ادعت أنها أقوى منه بكثير وستحكم الشعب الجزائري لأن الأغالبية معها، كما أن مراقبين أشاروا لكون الجهات التي يسمونها بدولة العميقة حاولت تلك الجهات وفقهم الدفاع عنها وإطلاق حملة ضخمة في مواقع التواصل بالذباب لتشويه السلطة والرئيس والادعاء أن حبسها ومحاكمتها ورأها الرئيس بون بسبب أمور شخصية ولأنها هاجمته فقط، لكن وعي الشعب أسقط الحملة سريعا لأن الأخيرة لم يهاجم فقط الرئيس بون بل هاجمت الجميع، العدالة والشعب الذي كذبت عليه وادعت أن الجميع معها، حتى تهديدتها بإشعال الجزائر والفتن التي تسببت فيها وهي المعروفة بهذه الخرجات الهابطة الغير مسؤولة والتي تهدد استقرار البلاد. كما يبدو أن الجهات التي كانت وراء سعيد نغزة قد تخلوا عنها كليا مع ضرب العدل بيد من حديد لإفشال هذا المخطط الدنيء. سعيد نغزة أصلا كانت تعلم أن نهايتها ستكون في حبس الحراج إذا لم تنجح خططها في الضغط على الرئيس والسلطة بتلك التهديدات والفتنة والضجة التي سببتها على مدار أسابيع من الخارجات الإعلامية، مع العلم أن سعيد نغزة عداؤها للرئيس بون ليس من اليوم أو مؤخرا فقط، بل منذ أن شن هجوما مبغتا على رجال المال الفاسد الذين جرهم نحو الحراش وقطع الطريق على الناهبين لأموال الشعب من رجال المال الفاسد الذين باتوا محبوسين ومن غير ذلك، مفروض عليهم رقابة وقوانين صارمة لدفع الضرائب ومنع تهريب الأموال للخارج. فبما أنها واجهة لتلك الطبقة وتلك الطبقة منزعجة من الرئيس، يقول مراقبون أنهم هم من دفعوها للهوية وتواجهوا الآن قضايا ثقيلة لوحدها، الأزوار والاتجاه لوساطة الجزائر وهذا ما سيطلبونه من بوتين وتهديدات قوية ضده، وموقف الجزائر بعد التطورات الغير متوقعة وانهيار مخطط الكولونيل أسيمي غويتا. بداية حركات الأزواد وبعد قلبها الطاولة على انقلابي مالي وفاغنر وأسرع عدد كبير منهم، الأزوار لا تزال تحتفظ بهم جميعا وتنوي استعمالهم للضغط على بوتين وتهديده ليتوقف عن دعم الانقلاب المالي أسيمي غويتا الذي يعاديهم ودخل في مواجهة مباشرة معهم، سقط سريعا وفشل أمام الأزواد رغم الدعم الذي حظي به من فاغنر، لكن انهار أمام قوة الأزواد. لهذا مع التوتر الكبير برز سريعا دور جديد للجزائر مع هذه التطورات، خاصة وأن الأزوات ستختار الجزائر لتكون همسة وصل نحو بوتين لمفاوضاته على من أسرتهم الأزوات قرب الحدود الجزائرية داخل مالي، عندما أرسلهم غويتا ليحاولوا مباغتة الأزوات ثم وقعوا في فخهم، وسيكون بوتين مرغما إذا أراد استعادة من حجزتهم الأزوات بسحب يديه وكل من أرسلهم لدعم الكولونيل أسيمي غويتا وأي دور في مالي، وتكون هذه الخطوة بوساطة الجزائرية خالصة إذا ما أراد فعلا إرجاعهم وتقديم ضمانات وتعهدات للجزائر بتغيير موقفه من غويتا. كذلك الوساطة الجزائرية اختارها الأزواد لأنهم يثقون جدا في الجزائر وعلى علاقة طيبة جدا مع رئيس بون، بما أن الجزائر كذلك لا تعارضهم وهم لا يعارضون الجزائر وتاريخيا العلاقات مزينة، وحتى مؤخرا حديث عن دعم جزائري مباشر للأزواد وفي وجه الانقلابي مالي غويتا.
كذلك ستضغط الأزوار بالمحتجزين أولئك على المجلس الإنقلاب المالي بقيادة غويتا لوقف كل أعماله وتحركاته ضدهم، وهم أصلا في موقف قوة. بعد أن أطاحوا بجيشه الذي أرسلهم نحوهم سيفرضون عليه قطع علاقته مع بوتين وتقديم العديد من التنازلات، فالدور الروسي أيضا في مالي يزعج الجزائر، وقد يحدث توترا غير مسبوق إذا استمر بوتين في دعم غويتا بالرغم من العلاقات القوية بين الجزائر والروس واعتبارها من أهم الحلفاء. والخلاف في مالي يعتبر الوحيد على ما يبدو بعقبة جديدة، والآن الأزوار وتحركهم الدقيق وإطاحتهم بمخطط غويتا سيغير لا محال حسب مراقبين حسابات بوتين من دعم غويتا من عدمه. وكانت الجزائر حذرت أسيمي غويتا من مآلات تمزيقه وإلغائه لمعاهدة واتفاق الجزائر الذي كان يحفظ الأمن والسلام في مالي مع الأزوار، لكن استمر غويتا في تهوره وعاد الجزائر وراح يباغت الأزوار إلى أن فشل وسقط في مخططهم وخططهم وفي شر أعماله التي انقلبت عليه واتضح على صورة قوته الوهمية التي كان يدعيها. الأزوار يفاجئون الجزائر بموقف وقرار بغى تأسيم غويتا في الحدود الجزائرية، وهكذا استولوا عليها بخطط محكمة في الحدود ويعلنون طلب التحالف مع الجزائر برد قوي على كل الدول التي حاولت الإيقاع بينهما وبين الجيش الوطني، بداية ومع الضربات القوية التي واجهتها حركة الأزوار في خطوط تماس قرب الحدود الجزائرية لانقلابي مالي وعلى رأسهم أسيمي غويتا وحلفائه، بتعرضه لأكبر نكسة وهزيمة لم يكن يتوقعها بسبب غطرسته وغروره وانخداعه بنفسه فوق اللازم. ومع استيلاء حركة الأزوار على عتاد ضخم قرب الحدود الجزائرية بعد أن حاول غويتا مباغتتهم وفشل ونفذوا ضده خطط محكمة، الأزوار يقطعون طريق سريعا على الجهات المغرضة وتحديدا دول التي تعارض الجزائر وتعاديها وظل تدعم في غويتا ليستفز الجزائر ويحاول تهديدها، إذ فشل الأخير فشلا ذريع. والآن نفس تلك الجهات تحاول بكل الطرق افتعال وهم وتوتر بين الجيش الجزائري والأزوار ومحاولة خلق فتنة وافتعال أي شيء لتشويش على الأزوار والجزائر على حد سواء، لتقطع كل من الجزائر والأزوار الطريق على كل محاولات هاته وردعهم فورا. فمن جهة حركات الأزوار في مالي نفوا كل الادعاءات والأخبار المغلوطة التي دعت رغبتهم في مواجهة الجيش الجزائري وتعدي على حدودها لإحداث تصادم، مؤكدين أنهم يكنون كل احترام للجزائر وأن لها مواقف نبيلة جدا في المنطقة ومعهم، وأن الأسيمي غويتا الانقلابي المالي لو استمع لرأي الجزائر ولو لم يمزق الاتفاق ومعاهدة الجزائر لكان يحظى بنوع من الهدوء، لكنه فضل معاهدة الجزائر والأزوار والجميع في المنطقة دون استثناء وإدخالها في دوامة الصراع بعد أن رمت به بعض الأنظمة للهوية وكانت أوهمته بأنه قادر على التغلب على الأزوار ثم الجزائر. هذا وقال مراقب وخبراء أن الجزائر نفس الأمر تدعم الأزوار لأنهم أقرب لها من انقلابي مالي الذين ظلوا ينصبون العداء للجزائر ويتطاولون عليها، مؤكدين ذات المراقبين أنه لا شيء معلن بخصوص دعم